الممتحن يكون شنو، يكون يعني متلهف انه ياخذ منك المعلومه، والمعلومه ما تعطيه اياها قبل، حاول حريص تعطيه اياها، انت تعرفها كلها بس تعطيه اياها بشكل متسلسل وصحيح. Distended bowel loops, multiple, central located, gas filled, with the presence of valvular conventus, it suggests what diagnosis? Small bowel dilatation. شوف ما قلت small bowel obstruction. Small bowel dilatation. ايش تتوقع هذا شنو سببه؟ Small bowel obstruction. The most common cause of small bowel obstruction هو الادهيجن. الادهيجن. Next. نفس المريض يعني نفس المحطه، اقول لك زين شنو فرق هاي الصوره اللي شفتها اول شيء عن هاي الصوره؟ دكتور هذه هم بلين ابدومينال اكس راي بت وات؟ بت اريكت نوت سوباين. اول شيء لو فرضا ماكو اير فلويد ليفلز، اول شيء شو تشوف؟ الاير فلويد ليفل مال من؟ مال الاستومك اندر ذا ليفت السلايد 4 اللي هو نفس شنو حوراء قصدك على السلايد 4 اللي قبله؟ اللي قبله ديستندد سمول باول لوبس. بس احنا هذا يا سلايد، هاي سلايد ديستندد مالتيبل ديستندد سمول باول لوبس سنترال لوكيتد، بلي سنترال لوكيتد والفالفولي كونفنتس. شنو الدياجنوسيس؟ سمول باول ابستراكشن. سمول باول ابستراكشن. والصوره الثانيه هي اركت ابدومينال اكس راي. اسئله كان اقاطعك، اقول لك ليش قلت عليها اركت؟ دكتور اير فلويد ليفلز اول واحد موجود وين؟ بالستومك اندر ذا ليفت هيميديافرام، بالاضافه الى ان البيشنت عنده شنو؟ مالتيبل اير فلويد ليفلز ات مالتيبل ليفلز، فهذا دليل على انه اكو شنو؟ سمول باول ابستراكشن، لان هي سنترالي ولونج، فاذا هاي سمول باول ابستراكشن. نيكست. هنا هاي كيس ثانيه، تجيك هاي المحطه لا ترتبك، انت هاي عندك صورتين. دكتور اون ذا ليفت سايد ذير از بلين ابدومينال اكس راي. supine anterior posterior view. ليش supine؟ ماكو air fluid level مال stomach والباول كلها filled with gas، ماكو air fluid level. زين شو نشوف بيها دكتور؟ نشوف الفايندينج dilated large bowel loops. dilated large bowel loops ليش قلت عليها large bowel دكتور؟ periphery فوق صايره، presence of hostry. اوكي فهاي، والsmall bowel جوا بالcenter of the abdomen ماكو، collapsed ما بيها شيء. زين والسهم؟ السهم متأشر على منطقة دكتور in the descending colon، أكو كأنه ستركتشر، أكو فت ستركتشر موجود بالdescending colon هو اللي مسوي اللارج باول obstruction. زين what is about the image on the right side؟ on the right side this is CT scan coronal view with contrast. تريد تقولها وتريد ما تقولها مو مشكلة. زين شنو الفايندينج دكتور؟ نفس السهم اللي موجود على الجهه اليسار موجود مؤشر على منطقه الديسندنج كولون، اكو فد جروث تيومر كونسنتريك جروث هو اللي مسوي الابستراكشن بالديسندنج كولون. وحتى اكو شنو عندنا؟ اكو بالليفر اكو هايبودنسيتي نفسها بالكورونال، اكو بالليفر هايبودنسيتيز اللي هي سجستينج وات يعني سي اي كولون with liver metastasis. وهذا فائدة CT scan. CT scan بنسويه حتى نسوي staging للتيومر. شنو نقصد بال increase density surrounding the bowel؟ وين قصدك بالسلايد اللي قبله؟ بالله عبد الله طلع لنا السلايد اللي قبله. دكتور هاي مو اكو multiple fluid level؟ اي فهاي بيضة يعني دار المنطقة الباول بيضة صايرة، ليش؟ احنا ليش؟ انا اقول لك مو هو من يصير small bowel obstruction راح تنملي، راح تنملي فلويد. فالمريض اذا نام سوباين الفلويد وين يصعد؟ لي فوق تبين سواد، بس من يوقف كل الفلويد وين يتجمع؟ ينزل لي جوا، ينزل لي جوا. يعني حسيتها عندك اواني ومملية فلويد، من انت ترفعها راح الفلويد وين يتجمع كله للاسفل، والفلويد والاير يصعد لي فوق، فصار هذا البياض الجوا هذا كله فلويد، هذا كله فلويد. زين والهواء صعد لي فوق والفلود يطلع ابيض، والفلود يطلع ابيض. العفو دكتور زين، بهذا الاستاذ نسيته، مو الديستال اير فلود ليفل مبين انه الديستال بارت مال الاسين كولون يعني مو اسمه البول؟ اي ممكن صحيح عافيه. يعني ممكن انه شنو الابستراكشن صاير بالاسندنج كولون، بحيث السيكم والباول الاليوسيكال فالف انكومبتنت، بحيث شنو صار
large و small. بس احنا انتبهوا باب الشغله، دائما انت لا تحكم على البلين ابدومينال اكس راي وتطي هيك فد، يعني شلون نقول سجستشن بعيد. انت سنترالي سمول باول، لقيت سمول ولارج باول قول سمول ولارج باول وتطي تفسير لها. بس انت مال انه تقول هاي ممكن هذا كولون صحيح، هاي الصوره اللي بالرايت اليك فوسه ممكن هذا السيكم ممكن، فاذا هو قد يكون سيكال ابستراكشن ومسويها. فبس احنا لا تدخلون في تفاصيل، لا تدخلون في اير فلويد ليفلز مال سمول باول ابستراكشن هذا، تمام؟ ما حد راح يطالبكم بشيء، لان انت هذا اول تالي راح يحتاج سي تي مثلا، واضح؟ تمام. نيكست. هاي خلصنا بالي، هذه هماته. شوف هسه تجي هاي الصوره بالمحطه، انت تشوفها تقول اوه الحمد لله والشكر سيجمويد فولفولوس، هذه صحيح ويعطيك درجه كامله. بس اذا كان الممتحن متعكر مزاج او مثلا يقول لك انت ليش ما انا عندي ثلاث خطوات اعطيك ثلاث درجات ثاني على كل فقرة درجة، انت ما حكيت لي. فلذلك شوف شلون نرجع ونحكيها دائما، ركز عدل، تقول plain abdominal x-ray supine anterior posterior view، شنو الفايندينج؟ شوف شنو الفايندينج؟ hugely distended gas filled bowel loop، hugely distended gas filled bowel loops having a coffee bean appearance أو inverted U appearance، الدياغنوسيس sigmoid volvulus. هيا 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 next. احنا مرات طلبتنا يطلع مثلا الكل مجاوب، الكل مجاوب بس تلقى هذا مثلا اخذ 8 وهذا اخذ 10، ليش؟ من هالشغلات هاي، من هالشغلات البسيطه، لان الاستعدادات كلها سهله. ليش؟ هاي احنا نحكي بالظروف الطبيعيه اللي كنا بيها سابقا يعني. فليش هي هاي بهذا السبب؟ هسه هذا هماته السلايد plain abdominal x-ray supine، شنو الفايندينج؟ anterior posterior طبعا، supine anterior posterior plain abdomen، شنو الفايندينج؟ Hugely distended gas-filled bowel loop والموجود in the upper abdomen وما بيش يعني هذا المفروض large transverse colon، بس شنو absence of hostration، ما بي hostration و irregular mucosal lining، إذن شنو هذا؟ toxic mega colon، وين يصير؟ إذا أسألك وين يصير دكتور؟ يصير بالinflammatory process like ulcerative colitis is most common، حتى يصير بالإسكيميا، يصير بالأميبياسيز، هواي أسباب. بس الموست كومن هو شنو؟ الألسراتيف كوليتس. والريسك مالته ريسك، لأنه ريسك أوف بيرفوريشن هنا شلون نشخصه؟ من يصير دايمتر أكثر من 5.5 سنتيمتر. نيكست. هنا هماته سبوت بلين أبدومينال إكس راي سوباين أنتيرو بوستيرو ريفيو، شكو عندنا أبنورمال كالسيفيكيشن abnormal calcification multiple and faceted together والموجودة in the right upper quadrant diagnosis gallstones. Next. هذا شنو الفحص؟ الفحص هذا باريوم انيما، ليش؟ او small bowel follow through. الشغلتين ذني سواء كان تقول باريوم انيما او small bowel follow through ما راح اقدر اني احاسبك، اني كممتحن ما اقدر احاسبك. حتى اذا مثلا اجيت اعطيت هاي الصوره الزملاء الراديولوجيست اقول له استاذ هاي اخذ هم ما تمتحن عليها مجموعتك مال الطلبه، وانت فلان استاذ امتحن مجموعه الطلبه، احي يسالني الاستاذ يقول له هاي شو تقول عليها؟ شلون اعطي درجه للطالب؟ انا راح اقول له استاذ هذه ما واضحه الصوره. لذلك اللي يقول لك انيما او فولو ثرو تقبلها منه. اهم شيء شنو عندي؟ الفايندينج. اذا هو اهم شيء هو شنو؟ هو كونتراست ستدي للباول، هو كونتراست ستدي للباول. ما اقدر احاسبك اقول لك سمول باول انيما لو سمول باول فولو ثرو او لارج باول انيما الا اذا كانت الفحص كله كامل. بس الفايندينج شنو؟ الفايندينج ذير از ا ثامب برينتينج ابييرنس اوف ذا ميوكوزا انفولفينج ا لوب اوف باول، اللي هي شنو دليل على انه شنو هذا ثامب برينتينج؟ دليل اكو كونجستشن انفلاميشن موجود بالميوكوزا مسوي هذا الثامب برينتينج، اللي قد يكون اسكيميا، قد يكون انفكشنز. زين كل هاي الامور اسكيميا سواء كان فاسكولار ارتيريال اسكيميا او فينوس اوكلوجن يعني سوبيريور مزنتريك ارتري ثرومبوسيس او فين او لا ما يصير دايفرتيكولوم. هذا مو دايفرتيكولوم، دايفرتيكولوم هو المؤشر وكانه ثامب برينتنج ميوكوزال ثيكنينج مو دايفرتيكولوسيس. والله يعني ايه قد تكون بالالسراتيف كولايتس. فلذلك هذا ثامب برينتينج ابييرنس.
طبعا دايفرتيكولوم اسرع دايفرتيكولوم يعني حكايتي يعني هم بيها شو نقول واحد يقدر يعني ياخذ يطبيها، بس هي شنو صاير اكو ناروينج، صاير اكو ناروينج باللومن، ناروينج او بالضبط موستلي اسكيميا، موستلي اسكيميا. نيكست. زين هذا الفحص باريوم سولو، باريوم سولو ستدي للإزوفيجس، إزوفيجوغرام مرات أو باريوم سولو. شنو الفايندينج؟ There is a corkscrew appearance. Corkscrew appearance. What يعني شنو نقصد بالcorkscrew؟ Non-propulsive, non-propulsive tertiary contraction يصير بالإزوفيجس. شنو هذا السبب؟ هذا سبب قد يكون incidental finding diagnosis، قد يكون incidental finding. But if the patient have a frequent and persistent severe retrosternal chest pain، وهذا هذا يعني انه شنو هذا نوت كراكر ديفيوز ايزوفيجيال سبازم. مرات يجي elderly نسوي له باريوم سولو، بالضبط يجي باريوم سولو نسوي له انسيدنتال يصير في لحظه وتروح وراها يصير يعني بروبالسيف كونتراكشن، يعني يصير برايمري وسكندري بيرستالسيس. لكن مرات دائما يسرع عنده هذا ويطول فتره طويله ويصير بينفول سبازم فديفيوز ايزوفيجيال سبازم تيرشري كونتراكشن. بلي نيك بس على شنو الفرق ما بين ان تكراكر ديفيوز الهيستوري، الهيستوري الهيستوري اذا كان الهيستوري انه هذا يجيك البيشنت دكتور هو دائما يصير عنده ريتروسترنال تشست بين يطول ربع ساعه حتى نطي انجسد لسبان هذا انجينا وما دا يروح من البين ورا فتره يروح وحده حتى بدون ما ياكل، يعني هو اثناء يعني سلايفا سولوينج يصير عنده هذا السبازم فيصير الديفيوز اسفاجيال سبازم. بس اذا تيرشري كونتراكشن هذا انسيدنتال لا ما يسبب له الم، ما يسبب له الم مثل هذا، فالهيستوري هو اللي يحكم. تمام. ومرات يستخدمون هذا البارومتريك، بارومتريك ستدي يعني الهيستوري. اي الهيستوري من الهيستوري يعني الفرق اللي هو ما بين هل هي تيرشري او هي ديفيوز. ولذلك لذلك انا قلت الاجابه اذا ما اعطاك هيستوري الممتحن قل له هذا اما يكون تيرشري كونتراكشن استاذ بط اذا كان persistent ومسوي هذا الازعاج للمريض فهذا diffuse esophageal spasm. تمام. Next. بس على نفسه ما نفسه نوت كراكر، هو نفسه نوت كراكر. ايه نوت كراكر نفسه بس نوت كراكر اصبح حاله مرضيه مو حاله incidental finding. نوت كراكر يعني صار يعني كسرت البندق يعني صار قوي pain فصار يعني diffuse esophageal spasm. ايه diffuse. تمام. Next. هذا هما تباريوم سولو ستدي، وهنا نش عندنا لارج دايفرتيكولوم موجوده بالابر ايزوفاجس ابوف ذا ليفل اوف ذا كراكوفارينجيوس، مبينه هاي كراكوفارينجيوس المنطقه الابر ايزوفاجيال سفينكتر نسميها ابوف ات بوستيرير لوكيتد، هذا زينكر، زينكر دايفرتيكولوم باريوم سولو ستدي. نيكست. هذا هما تباريوم سولو ستدي، شوف احنا نرجع شوف ايش قد نكرر، مو تقول قبل أكاديزي. باريوم سولو ستدي دكتور شو أكو عندك distended esophagus with rat tail أو bird beak structure of the distal gastroesophageal junction. شنو هذا؟ أكاليزي. أكاليزي طبعا أكاليزي primary وsecondary هاي بعد بس ما نسألها احنا بالعملي بس انتو تعرفوها بعد من النظر. next. هذا باريوم سولو ستدي ما نقدر نحاسب على هيك الصوره انه باريوم سولو لان الفحص مو كله كامل، بس خلينا نقول هذا الايزوفاجس. اذا شنو هو باريوم سولو؟ شنو الفايندينج؟ ذير از استركتشر، استركتشر ايش بيه حتى مؤشر بالسهم هافينج اوفر هانجينج شولدر او شولدر مارجن وارجولار ميوكوزال لايننج ات مينز وكونسنتريك جروث ات مينز مالجننت لوكينج استركتشر، مالجننت لوكينج استركتشر ماست كومن malignant structure اللي يصير بالإزوفاجس هو شنو؟ سكويموس سيل كارسينوما، بس بالدستال ثيرد نتيجة الجيرد والإزوفاجيتس ممكن يصير ميتابليزيا وبعدين يصير أدينو كارسينوما، إذا كان بالدستال ثيرد ممكن يكون أدينو كارسينوما. next. هذا باريوم ميل ستدي، باريوم ميل ستدي هنا المريض نايم سوباين أور إركت، نايم برون سوري برون يو سوباين برون. ليش برون؟ لان الفندس اللي هي الموست ديبندنت بارت اوف ذا ستومك شبيه الفندس هي الموست ديبندنت بارت اوف ستومك،
اذا نام المريض سوباين راح يتجمع الباريوم. وين يتجمع؟ بالفندس. في حين هاي الفندس ايش بيها؟ مملية هواء، دل على انه المريض شنو نايم؟ نايم برون. على كل الفايندينج there is a protrusion of contrast on the leather curvature. ايش تعني هذا؟ تعني this is an ulcer. وين موجودة؟ بالليزر كيربيتشر. ألسر كراتر موجودة on the leather. هي الكمن سايت بالألسر كراتر. شلون نشوفها؟ نشوفها in profile. نشوف هاي الألسر in profile. Next. هذه هما تألسر in profile. شنو فرقها عن الصورة اللي قبلها؟ أنا مرات إذا أجيب هاي الصورتين أجيبهن اثنين كسبوت واحد. زين شنو هنا الفرق؟ يعني شنو هما هاي ألسر بالليزر، هاي ألسر كراتر موجودة على الليزر كيربيتشر، بس ها شنو اللاين الموجود؟ هذا ألسر كولر أو هامبتون لاين بالضبط، بناين لوكينج. هاي من وجود الألسر كولر أو الهامبتون لاين عافية مرتضى إنه هاي شنو؟ هذه يعني بناين ألسر، بناين لوكينج. طبعا احنا بالراديولوجي ما نقدر نثبت 100%، اللي يثبت 100% هو البايوبسي، فنقول بناين لوكينج ألسر بسبب وجود الألسر كولر. نيكست. هذه هم ألسر مؤشرة باريوم ميل ستدي، طبعا هذا دبل كونتراست الألسر، بس هالمرة الألسر شلون نشوفها؟ نشوفها دكتور ان فيس، يعني الحفرة مالت الألسر صايرة بوجهنا ان فيس مو ان بروفايل، متجمع بها كونتراست ودائر مدائرها الفولز راديتنج فروم ذا ألسر كراتر. ات مينز وات؟ بناين لوكينج ألسر. ليش؟ لأنها بالضبط ألسر نيتش هم ما تنسميها، اللي هي تكون ألسر كراتر ألسر نيتش، والفولز شوف الفولز مثل السن رايز راديتنج فروم ذا ألسر ريجولارلي، فهما ات مينز هاي هما ساين اوف بناين لوكينج ألسر. نيكست. اوكي، هنا الألسر، هنا الألسر لارج وما صايره اكسترا ليومينال، ما صايره اكسترا ليومينال، صايره داخل اللومن اوف ذا ستومك، ودائر مدايرها اكو فت فيلينج ديفكت سواد. It means هذا شنو؟ It means there's a mass. There is a mass inside the bladder. وكأنه polyp كبيرة. Polyp كبيرة. داخل الستومك. وبقمة البوليب أكو ألسر. متجمع بها الكونتراست. فيسموها volcano sign أو mountain sign بالضبط. عافية إسراء. زين. أو عافية ورود همات. فهاي يسموها malignant looking ulcer. ده تتخيلون الوضعية شلون؟ إنه فد mass موجودة داخل الستومك. Growth tumor. داخل الستومك وقمة الجروث صار بي ألسر تجمع بالكونتراست، فلذلك ما صار إكسترا ليومينال الألسر وإنما صار إنترا ليومينال، فلذلك هذه مالجنت لوكينج ألسر. نيكست. هذا شنو الفحص؟ هذا الفحص دكتور MRCP، ودائما نطلب إنه تقول لنا شنو معنى MRCP. Magnetic Resonance Cholangio Pancreaticography. شنو الفايندينج؟ هنا أنا أقول لك حدد لي الأناتومي المؤشر، طبعاً الأي الجول بلادر وبيها جول ستونز، وهنا أنا البي سي بي دي وبيها همته سي بي دي ستونز، ده نبينات هايبو إنتنس، والبانكرياتيك داكت هو سي، والدي هو دودينوم part of the duodenum همته بي فلويد. next. هذه chest X-ray posterior anterior view finding there is بتلاحظون significantly elevated right hemidiaphragm significantly elevated right hemidiaphragm. عفوا فرقان بس احنا ما نريد الدياجنوستس بدنا ايدكم تنتبهون للابروتش مال الاجابه بالضبط significantly elevated right hemidiaphragm with air fluid level inside it means what subphrenic abscess. زين انا اسال واحد اقول له زين ليش ما قلت هذا نيوموبريتونيوم؟ لا دكتور نيوموبريتونيوم المفروض انتر الديافرام اكو ليفر، وبين الليفر والديافرام اكو الاير، في حين هذا اير فلويد ليفل ات مينز سابوفرينيك ابسس. سابوفرينيك ابسس. نيكست. هنا قايل لك كرونيك كونستيبيشن بلين ابدومينال اكس راي سوباين انتيرو بوستيرور فيو فايندينج دايليتد باول لوبس فيلد وذ جاسز سين ان ذا بيرفري of the abdomen with presence of host tree وذا نتبع down to the rectosigmoid اكو gas بس اتوقع انه in the rectosigmoid region اكو او بال
كولو سيجمويدال ريجن اكو فد ستركتشر، قد يكون هذا لارج باول اوبستراكشن ديو تو تيومر. نيكست ستيب شنو؟ شنو النيكست ستيب؟ نيكست ستيب قد يكون باريوم انيما او سي تي سكان. اذا جاوب سي تي او جاوب باريوم انيما ماكو مشكله. يعني احنا اذا شكينا تيومر طبعا الاندوسكوبي هذا الشيء اكيد، الاندوسكوبي مروه هذا الشيء اكيد، بس احنا كنحكي ك imaging. What is the next imaging study? Next imaging study باريوم يفيد والسي تي يفيد أكثر، لأن إذا تيومر تبيها وبليها هم شخص التيومر وهم شو تسوي؟ تسوي staging، يعني شوف الليفر، شوف الليمف نودز، وطبعا البيوبسي الاندوسكوبي هو أهم شيء حتى يأخذ البيوبسي ويحدد الهستوباثولوجي مالته. Next. هذا follow through study وداخل الكونتراست هاي تيرمينال اليوم واصل للسيكم، وهنا شنو هذا الابيرنس تيبيكال مال شنو الكوبل ستون ابيرنس. تدرون الكرونز ديزيز انفولفينج هول جي اي تي، بس موست كومن سايت هو شنو التيرمينال اليوم بالضبط. عافيه زهرة. كوبل ستون ابيرنس مال تيرمينال اليوم بالكرونز ديزيز. طبعا احنا هاي الصور من جو ونقول كرونز ونقول اسرتيف كولايتس، هي هاي مو بس احنا اعتمادا على الصوره، يعني انت بعدين بالمستقبل ما تقدر تحكم على الصوره بس، انت عندك كلينيكال هيستوري. يعني مثلا الصوره اللي قبلها اذا عبد الله طلع لنا اياها قبلها، يعني هسه مثلا هذه انا مثلا قلت كولونيك تيومر وقلت بس انت عندك مريض وعنده هيستوري، مثلا هو بالتاكيد راح يقول لك عنده فد هيستوري اوف بلود ان ذا ستول مثلا، او يقول لك هذا كونستيبيشن وعنده ويت لوس، صح ولا لا؟ يعني هاي الامور كلها تخدمك حتى توصل للتشخيص، ولا كصوره لا احتمال هذا يطلع كل شيء ما بي، يعني مجرد هو شو نقول سودو اوبستراكشن عنده. فلذلك الهيستوري كلش مهم بالتشخيص والاتجاه. يعني مثلا انا اذا اجاني المريض كل شيء ما عنده هيلث ومس كونستيبيشن واشوف هاي الصوره، احتمال اجل الاندوسكوب واجل كل شيء، اقول له مش تعالي بعد اسبوعين واعيد له بلين ابدومينال اكس راي حتى اتاكد منه شلون وضع البول ذاك الوضع. بس اذا لا والله انا اشوفه الدرلي كاتشكسيك عنده بلود ان ذا ستول هيك امور، لا راح اتجه للاندوسكوب واتجه للسي تي سكان. فالهيستوري هو اللي يحدد مسار الامور كلها. نيكست. هذا هماته شنو الفحص؟ باريوم انيما ستدي، باريوم انيما ستدي سنجل كونتراست. شبيه الكولون؟ الكولون كله ما بي هوستريشن، وشكو بي اكو بي يعني يسموها جرانولر ابييرنس او سودو بوليبوسيس ابييرنس. ده تشوفون هاي مثل البوليبس الصغار مثل الفيلنج ديفكتس موجوده، بس شنو طاشه على كل الكولون. والتيرمينال اليوم شبيه تيرمينال اليوم شبيه دايليتد تيرمينال، يعني شوف الكونتراست عبر الكولون ورجع وين عبر على التيرمينال اليوم، بس التيرمينال اليوم دايليتد. هاي شو يسموها بانكولايتس السرتيف كولايتس، بانكولايتس وباك ووش الياتس. هاي يصير بالالسرتيف كولايتس. احنا نعرف انه الالسرتيف كولايتس ما بيسكيب ليجن continuous، يعني الركتم should involved، الركتم والسيكم والسيجمويد الركتم والسيجمويد والديسندينج كولون كله should be involved. وبعدين إذا وصل للسيكم ممكن يصير backwash ileitis. next. هاي نفس الحالة بس صاير شنو هنا مناطق صار بيها دبل كونتراست، يبين انه يبقى الباريوم بين القنوات، مو هي صار عندنا سوبرفيشال فيشرز وبيناتها هايبرتروفيك ميوكوزا سيدو بوليبوسيس. فالباريوم بقى لا تقدر تسميها ليد بايب، احمد تقدر تسميها ليد بايب، بس هي بشكل عام هو هذا بانكولايتس وسيدو بوليبوسيس ابييرنس او الجرانولر ابييرنس، نقدر نسميها مات ليد بايب هم تقدر تسميها. وهنا هاي دبل كونتراست، هاي دبل كونتراست، الكونتراست ماشي بين the in the fissures وبيناتهم السواد، هذا شنو الهايبرتروفيك ميوكوزا، هايبرتروفيك ميوكوزا، فهذا features of ulcerative colitis. next. هنا نفس الحالة، وأنا حتى أعتقد تاسكس مال small والlarge bowel هم أعطيكم هاي صور على cobblestone appearance وال سودو بوليبوز. مثلا هذا قد يكون ألسرتيف كولايتس وهذه الفيشرز، شوف البياض الباريوم موجود بالفيشرز وبيناتهم السواد هو الميوكوزا. ده تتخيلوها وكأنه قاعد تشوفها، تتخيلها وكأنه انت قاعد تشوفها بالاندوسكوب، فهو فيشرز والميوكوزا بيناتهم
يعني شلون نقول إديماتس أو هايبرتروفي. أوكي نيكست، هاي نفس الحالة، صورة مكبرة ثانية لل granular appearance of the pseudopolyposis. pseudopolyposis هنا شنو؟ باريوم إنما ستدي finding multiple diverticuli features of diverticulosis. هل هي diverticulitis؟ حاليا ماكو صفات مال الdiverticulitis، بس diverticulosis involving شنو؟ involving sigmoid والdescending colon، وحتى موجودة بالtransverse colon، وشوية أكو صغيرة وين موجودة؟ بالhepatic flexure. شنو الكومبليكيشن مالتها؟ طبعا ذكرون diverticulitis، fistula، abscess، stricture، كل هاي الأمور تصير بالdiverticulosis complication. next هنا هذه باريوم انما ستدي، وهذا الستركتشر تيبيكال الكونسنتريك جروث والشولدرد مارجنز اللي يصير بالكولون، نسميه ابل كور، ابل كور ابييرنس، ابل عافيه زهره، ابل كور ابييرنس تيبيكال فيتشر. هو نفس الستركتشر اللي يصير باي مكان، يعني هو شنو فكرته؟ شولدرد مارجنز وارجولار ميكوزال لايننج، بس بالكولون سموه ابل كور، بالكولون سموه ابل كور. نيكست، نفس الصورة، بس هاي شنو الصورة فرقها عن ذيك؟ هذه البوزيتيف ايمجينج، هاي بوزيتيف، يعني الصورة ماخذيها من الشاشة مباشرة، بوزيتيف، مو من رقاقة شعاعية طالعة، مو من الفيلم، وانما من فيصير الكونتراست لونه اسود. نيكست، نفس الحالة، ابل كور ابييرنس مال كونسنتريك جروث سجستينج سي اي كولون، سي اي كولون. نيكست دكتور، بلي تفضلي دكتور، بس العفو، سلايد 27، 27 عبد الله طلع لنا اياه. اي هذا اي دكتور، الديسين كولون مو مثل الاكورديون ساين؟ اكورديون ساين، اي اي ايه؟ يعني دايفرتيكولاتس اذا اكورديون ساين، يعني مو هي الاكورديون ساين، لازم شو يصير؟ لازم يصير يعني صفه واضحه، واعتقد عندكم صوره سبوت بيها اكورديون. هسه اذا تريدين تقولين اكورديون ساين اقدر اقول لك، بس وين صاير الاكورديون ساين؟ قولي لي وين صاير، يا منطقه دكتور بالديسندنج، يعني ديسندنج ديستال، يعني شو نقول سيجمويدو كوليك، سيجمويدو كوليك جنكشن، صح ولا لا؟ زين دكتور، حتى يعني بالبروكسيمال بارت مال الديسندنج هم يعني بين، يعني هسه انت شوفي، اذا تريدين تقولين اكورديون ساين ممكن ممكن اكورديون ساين يعني يكون الصفه كلها كامله. انت دائما لا تورط نفسك بهاي الامور، يعني انا مو هسه لكم كطلبه، هسه انا كراديولوجيست من تجيني دايفرتيكولوسيس اقول دايفرتيكولوسيس، بس انا اذا ما لقيت الصفه، يعني الصفه مال الاكورديون واضحه وكلينيكالي المريض ايش عنده، كلينيكالي عند المريض بليدنج بير ريكتام، ابسس يطلع منه في وذ فيكال ماتيريالز، يعني مال انفلاميشن، يلا اقول اكورديون. ما اقدر اني اجاوب، يعني ما اقدر اني هسه مثلا، فلذلك انت بالصوره لا تقول اكورديون الا اذا هو الاستاذ قال لك هاي شو نسميها الصوره، انت بحد ذيك الحاله تعرفيها، قولي هاي قد تكون اكورديون استاذ. زين، بس هو لازم تشتغل وياها. نيكست، يلا اوكي، هاي مالت دايفرتيكولوسيس، هذه دايفرتيكولوسيس، هذا دبل كونتراست، بحيث الدايفرتيكولي قسم منها بيها كونتراست وقسم بيها هواء بعدها ما داخلها، والكونتراست شوف متجمع بمناطق ومناطق ما بيها، فمن اقلب المريض راح هاي المنطقه اللي بيها هسه كونتراست تفرغ ويروح يملي مناطق ثانيه. زين، بالكولون. نيكست، هذا شنو الفحص؟ من هذا الاندوسكوب الواضح شكله، هذا اي ار سي بي، وكذلك نسال الطالب شنو يعني ERCP، يعني endoscopic، هذا endoscopic retrograde cholangio pancreaticography. وش نشوف؟ نشوف dilated CBD filled with many filling defects، يعني هاي اللي على انه عنده CBD stones. next، هاي صورتين المريض واحد اللي هي شنو عنده هنا؟ أنا MRCP و MRI، اللي على الاي هي ام ار سي بي، ماجنتيك ريزونانس كولنجيو بانكرياتيكوغرافي، الجول بلادر ممليه ستونز دايليتد بليري تري، والسي بي دي هم دايليتد، الى ان السهم موجود اكو ستون ان ذا ديستال سي بي دي. واذا تشوفون الخط اللي طالع من ديستال سي بي دي، هذا البانكرياتيك دكت، البانكرياتيك دكت ما بيها شيء، ومرات ديستال سي بي دي ستون
اذا امباكتد ان ذا امبولا اوف واتر شو يسوي؟ سو حتى بنكرياتيك دكت دايليتيشن بنكرياتايتس. فكلش مهم انه نشوف البنكرياتيك دكت من عندك ديستال سي بي دي ستون، كلش مهم انه شو تشوف البنكرياتيك دكت اذا دايليتد او انفولد، فدليل على انه المريض ايش عنده؟ عنده بنكرياتايتس همات. وطبعا الصوره بي هي الام ار اي اكزيال سكشن، ما مطالبين انتو بيها ولا مطالبين ان تعلقون عليها، بس هو مؤشر انه سي بي دي ستونز موجوده بالسهم. نيكست. هنا شنو الفحص؟ سي تي سكان اوف ذا ابر ابدومن وذ اي في اند اورال كونتراست. اخذت الدرجه ثلث الدرجه بشكل كامل، سي تي سكان اكزيال سكشن اوف ذا ابر ابدومن وذ IV لأن الأيورتا بيها contrast and oral لأن stomach بي contrast IV and oral contrast. الفايندينج شنو الفايندينج؟ شوف ما تقول هيدا تسيست، تقول cystic lesion عفية مروة cystic lesion large cystic lesion موجود بالليفر with internal floating membrane inside. إذن هذا شنو؟ هيدا تسيست، هيدا تسيست. إذا أني أسأل أقول له ليش قلت cyst دكتور؟ لأن هايبو دنس، دائما مصطلحات السيتي حفظوها هايبو دنس وما ماخذ كونتراست بالوول. وهايبو دنس، هايبو دنس شنو نقصد بيه؟ مثلا إذا جيت قريت الدنسيتي مات الفلويد راح يطلع لك 5 10، إذا هذا شنو؟ سيست، سيستيك ليجن. طبعا طبعا هو ريجولار وبي فلوتينج ممبرين، يعني هي ديتاشد ممبرين، ديتاشد ممبرين. نيكست. طبعا الهايدات السيست قبل لا نسترسل بالسلايدات، الهايدات السيست اكو مرات تكون بصفات تيبيكال انه تقول عليه هايدات، تحلف عليه مثلا هذا السلايد اللي قبله هذا نحلف عليه هايدات. ليش؟ لان لقينا فلوتينج ممبرين. بس سام تايمز هايدات السيست بريزنت از اسيست، وهذا السيست شويه يكون صعوبه انه تميزه عن اذر باثولوجيز. هسه هنا انا همته سي تي سكان اوف ذا ابر ابدومن اكزيال سكشن، ما اقدر اقول لك اي في اورال كونتراست، ما مبين عندي ايورتا، ما مبين عندي اي شيء. فسي تي سكان اكزيال، بس شنو عندي؟ عندي multiple cystic lesions all having cogwheel appearance. هاي cogwheel appearance هم هاته typical feature of what hydatid cyst. هي شنو cogwheel؟ هي daughter cyst بس كبار، فيسوين appearance cogwheel appearance. تمام. next. هنا شوف هنا الفحص شو يكون نوع الفحص؟ CT scan of the liver dynamic study. dynamic study يعني شنو dynamic study؟ يعني أخذنا الفحص بالA بدون contrast، بالB arterial phase، الB arterial phase تشوفون الأيورتا كلش دن صارت، هذا arterial. والC portal phase، إذا native A native بدون contrast، B arterial شوف الايورتا شوفوها، سي portal phase والدي delayed. شو نشوف الفايندينج؟ there is a hypodense lesion موجود in the right lobe of the liver. هذا show peripheral nodular enhancement in the arterial phase with centripetal pattern of enhancement in portal phase and become homogeneous in the delayed phase. هذه typical presentation أو أسميها pathognomonic of hemangioma. hemangioma هذا هو description مع الهيمنجيوما. أعتقد ال next slide هي نفس يعني صورة ثانية. next slide عبد الله. سام ممكن أعاد هذا يعني slide؟ نعيد slide اللي وراء، أعيدك إياه نفس الحاجة. next slide. إيه نفس الشيء. هسه هذا CT scan، الفحص نوع الفحص شنو؟ CT scan dynamic steady native arterial portal and delayed. بس نعيدها CT scan dynamic steady. يعني احنا شنو المريض نشكل له كانيولا ونربط بالكانيولا انجكتر جهاز يطل كونتراست بفلوريت ثابت مو بيدي، ما اعطي كونتراست بايدي، بانجكتر يطل جهاز يعني يطي 4 سي سي بير سكند يدفع الكونتراست وينام المريض بالسيتي. اول شيء افحصه بدون ما ادفع كونتراست، هذا النيتف الصوره الاولى. بعدين يبدا الجهاز يبدا الانجكتور يدفع الكونتراست بفلو ريت ثابت 4 سي سي بير سكند، ويبدي
ناخذ سكانينج بالارتريال ورا 30 ثانيه ياخذ سكانينج تطلع الارتريال فيس، ورا 70 ثانيه يطلع البورتال فيس، ورا 4 دقائق يطلع الديليت فيس. فلذلك شي يكون فايندينج there is a large hypodense lesion inside the right lobe of the liver show hypodense lesion show peripheral nodular enhancement in what in arterial phase with centripetal يعني بدأت تتجه الكونتراست من السنتر للبيريفري. وين صار هذا التوجه مع الكونتراست من البيريفري للسنتر centripetal in the portal phase وبكم شنو بكم homogeneous تقريبا بالديليت فيس. إذن هاي تيبيكال فيتشر مال الهيمنجيوما هيباتيك هيمنجيوما. تمام اوكي عامل عشتي لك نيكست. هذه هسه الفحص سي تي سكان وذ اي في كونتراست اكسيال سكشن ان ذا ابر ابدومن انفولفينج الكيدنيز. شوفوا هاي بارافيرتبرال من الفيرتبرا ومنها ومنها كيدنيز. ليش قلت عليها اي في كونتراست؟ لان الايورتا دنس دخلت بالأيورتا شوف الكيدنيز، لأن إحنا قلنا الكيدنيز تتلون بسرعة لأن ربع الكارديك أوتبوت يروح للكيدنيز. فالأيورتا دنس والكيدنيز هما تصير بيضة دنس يعني شنو دنس بيضة. فإذا هذا with IV contrast شنو الفايندينج؟ هسا خلينا نعتبر نفسنا إحنا ما نعرف يعني حتى أخليك شلون تجاوب بطريقة بحيث تفلت من أي مشكلة تواجهك بالامتحان أو حتى بحياتك العملية. يعني مثلا يجيك واحد يسألك صديقك من ايام الاعداديه ويجي يسالك انت بعد صرت طبيب صف رابع وان شاء الله صرت خامس فيسالك فانت شلون تجاوب شكل ما بعدين اذا سمع بعدين حكايه من وراك ما راح يلومك ما راح يقول لك انت شو هذا طلع كل شيء لا انت حكيت كله مضبوط. هذا سي تي سكان مطيق صبغه اكو بالليفر تجي تحكيها اكو بالليفر الريجولر يا مو الريجولر هايبودنس ليجن والوول ماخذ انهانسمنت. زين هسه انت بينك وبين نفسك هاي هايدات السيست؟ لا مو هايدات السيست. ليش؟ لان احنا هايدات السيست يا اما سيست يا اما ديتاش ممبرين يا اما كالسيفيكيشن يا اما دوتر سيست صح ولا لا؟ اذا كلها ما موجوده. اذا هي فد ارجولر سيستيك ليجن وماخذه وول انهانسمنت صفاتها وعده ابسس. اذا هذه هيباتيك ابسس هيباتيك ابسس. صفاته هو مثلا صاير عنده مثلا تروما قد يكون هذا شنو بايل كولكشن وصار ابسس بايل كولكشن يعني. فاذا هي حسب الهيستوري بس انت الديسكريبشن مالتك من حكيته بشكل صحيح الريجولر مارجن سيستيك ليجن وماخذ وول انهانسمنت. خلينا نحطوا اياها الابسس على اذا كان الهيستوري يمشي ويا الابسس. تمام نيكست. هسه راح نشوف هواي صور وراح نحلها بهالطريقه هاي نحلها بهالطريقه هاي اللي هي يعني ما يحتاج لها تصعيب للأمور. CT scan axial section of the upper abdomen with IV contrast. ليش IV contrast؟ الأيورتا بها contrast. شو عدي؟ عدي large cystic lesion أو hypodensity تقول نفس الشيء. cystic lesion موجود بالليفر. الوول شبي thick and irregular. thick and irregular. وماخذ enhancement. هسه تحد قال لي دكتور شلون عرفت ماخذ enhancement؟ صعبة علي. صحيح. صعبة عليك. أوفها. لا تقول ماخذ انهانسمنت الوول ماخذ بس الوول شبي اذا تشوفون المارجنز مات الباثولوجي الريجولر يعني مو ريجولر مو ريجولر. شنو قصدكم بالسلايد 37 حوراء؟ على كل نفس الحال هو اثنين ابسس يعني هذا هسه ابسس تشخيصه ابسس الريجولر وثيك وول وما بيصفاته تودينا على الهاي داتد. اذن هو هذا ابسس كولكشن. عندنا طبعا بالليفر ابسس بايوجينيك ابسس واميبيك ابسس يكون مور ريجولر شوي هو ام ريجولر بس يكون مور ريجولر سموث وول بينما البايوجينيك يكون ريجولر ابسس ويكون البايوجينيك مالتيبل بينما الاميبيك يكون سوليتري عاده. نيكست. العفو دكتور بالنسبه لهذا السلايد مو مهمتين اكو بريسبلينيك اساتس اور ابسس؟ اي عافيه فاطمه بريسبلينيك اساتس صحيح اوكي نيكست. okay.
لا علي، ما يصير نسميها هيمنجيوما، لان الهيمنجيوما، شوف الهيمنجيوما، لا تقول هيمنجيوما باي امتحان اذا ما عندك هاي الصور الاربع سلايدين ذني مال الاربع دايناميك ستدي. اي صوره ثانيه خذوها قاعده بابا، اي صوره تجيك صوره واحد هي، ما يصير تقول عليها هيمنجيوما. الهيمنجيوما ما تنحكم الا ما تجيك الامتحان اربع صور، نيتف، ارتريال، بورتال، وديليت. تمام؟ ما يصير تقول على اي صوره اعطيك اياها الصوره واقول لك هاي هيمنجيوما جايب لك اياها انا، لا لا ما تقدر تحكم على هيك. زين؟ هسه هذه هماته اكزيال سكشن سي تي سكان اوف ذا ابر ابدومن وذ اي في اند اورال كونتراست الايورتا والستومك، لارج سموث سيستيك ليجن موجود بالليفر. ليش هايبودنس سيستيك ليجن؟ الوول هسه هذا هسه ممكن انا وياك نختلف عليه، قسم يقول لك دكتور هذا هايدات سيست، اوكي، ممكن انا اقول عليه هذا اميبك ابسس، لان شويه اكو ثيكنينج اذا تشوفوها يمكن بشكل واضح عندكم، الوول شويه بي ثيك وبي انهانسمنت، فهذا قد يكون اميبك ابسس. لكن اذا قلت سيست هايدات سيست يعني ممكن انا ماشي، بس انا ايدكم تلاحظون الوول، الوول مالته اذا تركزون على الصوره عدل بي شويه ثيك، لا هو سموث مو كلش ريجولر بس ثيك وبي انهانسمنت، فهذا قد يكون اميبك ابسس. ونحن طبعا عندنا الهيستوري مال المريض هو اللي هماته اللي يوجهنا للتشخيص الصحيح. بس مثلا اذا تقعدون ويانا مثلا بالمفراس او بالرنين راح تشوفون الطبيب بين مريض ومريض يقول صحوا لي المريض، بين صوره وصوره يعني بين فحص وفحص يقول وين المريض الفلاني صحوا لي. ليش؟ لان احنا نريد الهيستوري، احنا ما نقدر نحكم على الصوره. اذا داوم بالمفراس او اشوف الطبيب مثلا يكتب تقرير هاي الصوره، يكتب تقرير هاي الصوره، الفحص الثالث وين عبود، وين عبد الله، وين فلان احمد، خليه يجي اشوفه شنو عنده هيستوري، لان الهيستوري والكلينيكال فايندينجز العده تفيدنا حتى نوصل للتشخيص. نيكست. اوكي نرجع شوف نركز على امور هي همات كلش مهمه، هذا ايركت chest x-ray posterior anterior review finding air under the right hemidiaphragm، التشخيص تشخيص النيومو بريتونيوم، هو قال لك acute severe epigastric pain قد يكون هذا perforated ulcer، perforated peptic ulcer. next. هذا CT scan of the upper abdomen with IV contrast، مبين حتى تشوفون الايورتا شلون كلش دنس، يعني هذا وكأنه بالارتريال فيس، وحتى الكدني الليفت كدني ماخذه كونتراست. وهناش عندنا مؤشر هو بالاسهم، اكو بالبنكرياتيك هيد ريجن اكو هايبو دنس ماس اللي هو قد يكون بنكرياتيك هيد تيومر، وقد يكون هذا بالانسنت بروسيس. وتشوفون خلينا نسال اناتومي، هذا هسه بنكرياتيك هيد تيومر جاست تو ذا رايت تو ذا تيومر، شنو هذا just to the right to the right يعني anatomically right اللي هي ما بينه وما بين الجول بلادر، ما بين الماس هذا البنكرياتيك هيد ماس تيومر وما بين الجول بلادر، شنو هذا دكتور؟ ددنم. الددنم، عافيه الددنم. لان احنا شنو هسه احنا شنو فائده، عافيه مرتضى، شنو فائده ال سي تي سكان اوف ذا بنكرياتيك هيد تيومر؟ هو الستيجنج، لان احنا بنكرياتيك هيد تيومر قد يكون اوبرابل اور نون اوبرابل، يعني ريسكتابل اور نون ريسكتابل. شو يعتمد؟ يعتمد على الاناتومي، يعني انا راح اشوف هذا التيومر واسوي له لوكال ستيجنج، شنو علاقته بالفيزلز اللي يمه، شنو علاقته بالدودنوم، شنو علاقته بالسي بي دي، كل هاي تفيد الجراح حتى يشوف هل هو ريسكتابل اور نوت. نيكست. هاي الجول بلادر، عافية عبد الله، وبيناتهن هذا الدودنوم. نيكست. هذا هم سي تي سكان اوف ذا ابدومن نيتيف، ليش قلنا عليه نيتيف؟ لان شوف الكيدنيز مو بيضه، والايورتا هم ماته ما ماخذه بياض، ما ماخذه دنسيتي، بس شكو عندنا بالبنكرياس ديفيوز سوالوينج اوف ذا بنكرياس، هايبودنس بنكرياس، اذا شنو تتوقع هذا ايش عنده؟ بنكرياتايتس. زين هسه اسال سؤال واريد تجاوبون، هذا صحيح انه اكيوت بنكرياتايتس نسوي له سي تي سكان without contrast؟
يستفاد من المريض او ما يستفاد. ما يصير عافيه، ما يصير. لازم لان انا اصلا بالضبط، مو بس هذه، مو بس هاي احمد، هو انت اصلا انت اكيوت بنكرياتيتس، هذا المريض هذا تشخص بنكرياتيتس منين؟ من الكلينيكال ولا بالانفستيجيشن؟ هو اجاك بجاستريك بين ورادياتنج تو باك وفوميتنج والسيرم اميليز الفيتد وعنده هيستوري اوف جول ستونز مثلا او الكهوليك، كل هاي الصفات موجوده وشخصناها اكيوت بنكرياتيتس. بس انا فائده السي تي سكان اسويه، لازم اعطي اي في كونتراست، لازم حتى شنو اشخص الكومبليكيشن بشكل عام، النكروسيس الابسس، لان كل ما اقدر اشخصهم بالنيتيف ستدي. نيكست، هذا بلين ابدومينال اكس راي. هسه واحد يقول لك هاي مو بلين ابدومينال، هاي بس بيلفس. صحيح تقدر تقول بيلفيك اكس راي او لور ابدومينال اكس راي، بس احنا ك موضوعنا كان هو للبلين ابدومينال اكس راي، فنعتبر هذا بلين ابدومينال اكس راي سوباين انتيرو بوستيرو ريفيو ابنورمال كالسيفيكيشن موجود. شوف ما اقول لك بل اني فايبرويد، ابنورمال كالسيفيكيشن هافينج ا كوتسون وول ابييرنس ان ذا بيلفيس، هذه تتوقع انه يكون يوتراين فايبرويد. كالسيفيكيشن موجود ان يوتراين فايبرويد، تيبيكال الباترن مال الكالسيفيكيشن هو هذا. نيكست، هنا انا همات بلين ابدومينال اكس راي او بيلفيك اكس راي شو ابنورمال كالسيفيكيشن ان ذا بيلفيس هافينج توث لايك ابييرنس، توث لايك ابييرنس اللي هي اوفرين ديرمويد، اوفرين ديرمويد. نيكست، نانا سيتي سكان اكسيال سكشن اوف ذا ابر ابدومين نيتيف بدون كونتراست، تشوفون هاي الايورت البياض اللي حاول، هذا كالسيفيكيشن مو كونتراست انترافينوس. بس شنو الليفر؟ شو الليفر سمول سايز ريجولار سيرفيس، وعندنا شلون ذا اللي قفتوها بيري هيباتيك وبيري سبلينيك اسايتس، بيري هيباتيك وبيري سبلينيك، اذا هذا كرونيك ليفر ديزيز، كرونيك ليفر ديزيز يعني ليفر سيروسيس. Next. هنا أنا CT scan axial section of the upper abdomen with IV and oral contrast. هاي حتى شنو؟ تخلص ثلاث درجات أربع درجات يعطيك إياها الممتحن بشكل كامل. نجي الفايندينج. الفايندينج there is lucency inside the liver. أكو lucency يعني أكو قدمات سودة hypodensities linear أو tubular hypodensity موجودة inside the liver. فتوقع هاي شنو؟ biliary tree dilatation. biliary tree dilatation. شوفي يمها البياض هذا البورتال والسواد اللي يمها هي هاي biliary tree dilatation. هسه يعني هي هسه منطقيا بحياتنا العملية هاي ما واحد ما يدوخ بيها، لأن هو أنت أصلا ما جابوا المريض وسووا له هذا CT scan إلا ما شنوش قايل لنا، قايل لنا سووا لنا CT scan وطلع عدة جوندس dilated biliary tree. هو أصلا المريض تجيني الورقه مالته قبل لا افحص السي تي، هو ليش فحص السي تي؟ هم دزولنا اياه قايلين هذا مسوي له الترا ساوند وطلع دايليتد بليير تري وهو عنده جوندس، بس احنا نريدكم تسووا له سي تي على مود ايش؟ على مود تشخصون وات ار ذا كوزز اوف ابستراكشن، لان الالترا ساوند ما قدر يسوي تريسنج للبليير تري ويشوف شنو الكوز اوف ابستراكشن. يعني الالترا ساوند حدد البليير تري دايليتيشن بس ما قدر يحدد الـ cause of obstruction، فلذلك لجأنا إلمن للـ CT scan. next، هسه هنا أنا هذا CT scan axial section of the upper abdomen with IV contrast or oral contrast. طبعا هاي على الجهة اليسار هاي الستومك بها contrast والأيورتا بي contrast بس شوية ماخذين متأخر. على كل هسه شو تقولون على هذه؟ هاي نقدر نحلف عليها انه شنو هي؟ hydated cyst لان presence of daughter cyst inside large cystic lesion in the liver with internal daughter cysts، اذا هذه hydated cyst. next، في حين هذه CT scan axial section of the upper abdomen with IV and oral contrast show hypodense lesion موجود بالليفر شبيل وول thick وماخذ شويه enhancement، اذا هاي قد يكون شنو؟ abscess، قد يكون abscess. next، هنا انا
نانا هذا CT scan with IV contrast axial section of the upper abdomen. هنا الليفر شبي multiple small hypodense lesions واللي هي عندنا نريد نقول المالجنسي اللي موجود بالليفر مصكم اللي هي شنو secondaries for the high secondary metastasis and the hepatic secondary metastasis and multiple hypodense lesions in the liver metastasis. هنا هذا البيشنت عنده تروما انا اقول لك عنده تروما هيك حاله CT scan axial section of the upper abdomen with IV contrast. بس هنا الاي في كونتراست اذا قسم منكم ما قدر يشخصها بشكل صحيح يعني نمشيها لان هو مرات الكونتراست يعتمد على نطيب مانوالي بالايد فعلى ما يطي المريض وعلى ما يطلع التقني بعد ما يطي الكونتراست ويطلع حتى ياخذ للسكاننج واحد يحاكي حشايه منه يتاخر الكونتراست يعني ما يصير بالارتريال او بالبورتال يتاخر شويه فيصير الدنسيتي مال الايورت مو كلش ابيض على كل وهنا عنده ليفر لاسريشن ليفر الريجولر هايبودنسيتي موجوده بالليفر اذا هذا ليفر لاسريشن طبعا شلون قلنا انتبهوا لهي النقطه شلون قلنا بالاكيوت بانكرياتايتس وي شود جيف اي في كونتراست بالابدومينال تروما اذا سوينا سي تي وي شود جيف اي في كونتراست وي شود جيف اي في كونتراست بس خلوها معلومه مهمه وكون تعرفوها الاي في كونتراست ما ننطي الا ما تكون الرينال فانكشن شبيها الرينال فانكشن تكون نورمال لان اذا كان الرينال البيشنت عنده رينال امبيرمنت الكونتراست يسوي بي يسوي ريفرسبل رينال دامج ريفرسبل رينال دامج هاي ملاحظه اعتقد كلش مهمه اعتقد ما حاكي لكم اياها قبل الاي في كونتراست من ننطي لازم نتاكد من الرينال فانكشن اوف ذا بيشنت اذا كان البيشنت عنده رينال امبيرمنت ما يصير نعطي اي في كونتراست لان هذا يسوي irreversible رينال يعني تقتل المريض لذلك هو اكو مرضى مثلا يجي شخص عنده هيمنجيوما عنده هيمنجيوما بالليفر ودز الطبيب على مود هي اولد ايج فيميل عمرها 65 سنه وهاي عندها هيمنجيوما حجمها مثلا 5 سنتيم كبيره بس هي شكلها هيمنجيوما بس يريدون يتاكدون دوزوها سي تي سكان نجي احنا نسوي بلاد يوريا وسيرم كرياتينين نلقى الكرياتينين عندها 3 او 2.5 هيك حاله بنقدر نفحص زين دكتور سوى له سي تي نيتيف انتوا تعرفون الهيمنجيوما مثل الشخص الا شنو دايناميك ستدي هاي واحده من السيناريوهات اللي تواجهنا بحياتنا العمليه هو صحيح دايناميك سي تي حتى يشخص الهيمنجيوما بس المريض غير مؤهل انه يسوي هذا الفحص لان عنده شنو رينال امبيرمنت ما نقدر نسوي له دايناميك يعني ما نقدر نعطي اي في كونتراست فنكنسل الفحص نكنسل الفحص اوكي نيكست تبعدين عشان شخصه بعدين ابو الهيمنجيوما ابو الهيمنجيوما هو هي طبعا الهيمنجيوما بالالترا ساوند بيها تيبيكال فيتشرز يعني انا بالالترا ساوند اقدر اشخص لك الهيمنجيوما 100% تبقى اكو نسبه خلينا نقول 5% من الهيمنجيوما تكون كبيره من تصير كبيره تصير الصفات مال الالترا ساوند مو كلش واضحه يعني الالترا ساوند بهيك حاله بنص شويه اكبر من 4 سنتيم شوية تصير صفات الالترا ساوند مو 100% هيمنجيوما فيحتاج السي تي فبهيك حاله اذا المريض يعني شكينا بانه قد تكون هاي هيباتيك تيومر قد تكون ميتاستاسيس وهو عنده رينال امبيرمنت نحوله على ام ار اي يعني ما لكم تدخلون بهاي التفاصيل اعتقد هي بنعطيكم اياها حتى بالمحاضره عندنا ام ار اي نسوي له هيفي تي 2 يعني ما نعطي حتى جادولينيوم ما نعطي كونتراست مع الام ار اي نسوي هيفي تي 2 يعني واحنا مو عندنا بالام ار اي تي 1 وتي 2 احنا نسوي هيفي تي 2 حتى يسوي يصير الهيمنجيوما اذا هيمنجيوما يصير مثل الجلوب يسموها مثل الجلوب هايبر انتنس ما تكون تدخلون بهاي التفاصيل بس هي عندكم تعرفون انه الاي في كونتراست مال السي تي ما ينطي اذا كان البيشنت هافينج رينال امبيرمنت هذا هسه سي تي سكان اكزيال سكشن وذ اي في كونتراست مبين حتى السبلين شوفها شلون هو مأشر لك على السبلين يقول لك هاي مطي كونتراست بس وات از اباوت ذا ليفر الليفر هايبودنس شو اسود يعني هسه السبلين كلش ابيض الليفر كله اسود رغم انه منطي شنو اي في كونتراست اكو فوكال ليجن ماكو فوكال ليجن بس مجرد ليفر هايبودنس وهاي البياض اللي بداخلها شنو البورتال 3 البورتال 3 يعني البلد فيزلز ماخذ كونتراست بس هو كله البارينكايما الهيباتيك بارينكايما هايبودنس تجي تقيس الدنسيتي مالته تلقاه 30 في حين هو المفروض الليفر نورمالي 40 الى 50 ومن تعطي اي في كونتراست يصير الدنسيتي الهاوسفيلد يونت
يعلق 90 غير يصعد فوق. شو هذا؟ اذا هاي دليل على انه فد اكو فد ماتريال سوت ديفيوز هايبو دنسيتي اللي هي فاتي ليفر، ليفر ستيتوسيس يعني فاتي ليفر، فاتي تشينج. هاي تيبيكال فيكتشر اللي هي ديفيوز ليفر ديزيز، ليفر فاتي تشينج. نيكست هنا بلين ابدومينال اكس راي اركت اور سوباين، طبعا اركت لان عندنا اول شيء الاير فلويد ليفل مال ستومك وعندنا مالتيبل اير فلويد ليفلز. هسه هنا نفس المداخله اللي صارت بالبدايه بس هنا اوضح، هسه هنا مالتيبل اير فلويدز موجوده بالسنتر وموجوده وين؟ بالبيريفري، بالبيريفري يعني هو الكولون بي اير فلويد ليفل والسمول باول بي اير فلويد ليفل، اذا دليل على انه عنده هذا لارج باول اوبستراكشن. وشنو large bowel obstruction وعبر على small bowel large and small bowel obstruction. تمام next هنا هاي الصورة مال sigmoid volvulus plain abdominal x-ray بس ما واضحة كلش يمكن مثل الصورة اللي ذكرناها بداية المحاضرة. فهذا sigmoid طبعا إيه هذا طفل، كان الصورة اللي قبل هذا طفل طفل وهذا سيجمويد فولفولس. نيكست هذه سوباين ابدومينال اكس راي. ليش سوباين؟ ما عندنا اير فلويد ليفل، حتى الاستومك شوف الاستومك فوق ما بيها اير فلويد ليفل، متجمع الهواء اللي فوق زين. وهنا مالتيبل باول لوبس دايليتد سنترالي لوكيتد وفالفولي كونفنتس اللي هي هذه سمول باول دايليتيشن، قد يكون سمول باول ابستراكشن. نيكست هنا باريو ميل اند فولو ثرو، باريو ميل اند فولو ثرو ستدي. هنا الملاحظ طبعا هاي الكيس صعبه بس احنا شو راح نقول؟ نقول هاي الفحص هاي الكيس ويا الكيس ويا الصوره اللي وراها، واحده تكمل الثانيه. هنا نشوف loss of distensibility of the distal part of the stomach، يعني distal part of the stomach ما صار بي distension. يعني انا هسه اذا اجاني مريض وقالوا لي فحصه باريوم ميل وجاني المصور قال لي دكتور هذا فحص، قلت له لا شو راح اقول له؟ راح اقول له لا بابا روح اخذ صوره ثانيه، اذا اشوف هذا الجزء السفلي من الاستومك البودي والانتروم اذا اشوفه ديستندد اور نوت، يروح ياخذ له لقطه ثانيه ويجيني القاه نفس الشيء. يعني شنو؟ بيرسيستنت، يعني هاي المنطقه ما صار بها ديستنشن، البودي والانتروم ما صار بها ديستنشن، رغم انه أنا ما عرفتها على الصورة الأولى، لأن قلت له للمصور قلت له روح أدياها مرة ثانية، إذا أشوف هاي أيتها هاي ديستندد، راح يجيني المصور مرة ثانية يقول لي دكتور شربتها مرة ثانية كونتراست، وأخذت له صورة ثانية وهم تطلع هاي من الديستندد، إذا هي شنو؟ persistent not distension not يعني non distensible of the distal part of the أو distal half of the stomach. من نسوي له CT scan next image. دكتور العفو بس بالسلايد السابق ايه هنا انا مو اكو اوفر هانجنج ستراكشر جددنا؟ لا ها هي هاي دائما ايه هاي هذه حتى بدودنا فوق هذه صحيح. انا بالنسبه لي انا توقعت اكو صوره سيتي وياها، ما طلعت فيها صوره سيتي. على كل هذه هاي الصوره لكم ركز لكم على اليمن، أركز لكم على distal part of the stomach. distal part of stomach من نشوف أنا سأعوف في هاي الفايندينج وعوف هذا السلايد ما راح يجيش بالامتحان، بس أنا أقول لكم شلون نعرف إنه أكو عندنا مشكلة بالستومك رغم إنه ما عندنا ألسر ما عندنا filling defect، بس شنو عندنا مشكلة؟ إحنا مو دائما من باريوم ميل شو أدور؟ أنا أدور ألسر، أدور diverticulum، أدور polyp filling defect. But what is about this image بالستومك؟ أنا أقول لك الباثولوجي بالستومك، شنو المشكلة هنا بالستومك؟ Non-distensibility of the distal part of stomach. هذا اللي أشرها عبد الله وحتى اللي ذكرتيها أنت بالدودنة فوق، هذه لا هذه not persistent مو هي المشكلة. أنا أحكي هذا الحكي مو لأن أنا فاحص المريض وأعرف النتيجة، لا لأن هي أكو تعليق على الصورة مال المصدر مالتها وذاكر هذا الشيء. تبقى هذه اللي أشرت اللي أشر عليها عبد الله أو اللي ذكرتيها بالدودنة هذه بالفحص اثناء الفحص اختفى، يعني بالصور اللاحقه والصور السابقه ما موجودات، اذا هي مو حقيقيه يسموها not genuine not genuine. اوكي نيكست هنا عندنا باريوم سولو وهذا الدايفرتيكولم، بس الدايفرتيكولم مو مثل ذاك زنكر دايفرتيكولم، هذا الدايفرتيكولم موجود
بالإزوفيجس بالديستال ثيرد قد يكون هذا شنو دايفر نتيجة ميديستينايتس، فيصير يصير هذا تراكشن دايفرتيكولوم مو بولشن، مو مدفوع نتيجة انكريز الانترا اليومينال بريشر، لا هذا ديو تو فايبروسيس ميديستينايتس ويصير تراكشن دايفرتيكولوم. نيكست. هذا هما تباريوم سولو ستدي، وهنا ديستندد ازوفيجس وذ بيرد بيك او رات تيل ستركتشر اوف ذا جاسترو ازوفيجال جنكشن مال الاكليزي. اكليزي نيكست. العفو استاذ انتهت يعني. هاي عاشت ليكم، عاشت ليكم. اي سؤال عندكم؟ طيب السؤال يا سعد، احنا مثلا يا سعد بس قلنا انه اذا نشوف الفانتس يكون بي اير على هاي برون يعني يكون ما بي اير تشامبيون عندي يعني جامعة باريوم هاي سباين سوباين. اذا جمع الباريوم بالفندس يعني هذا المريض سوباين، لان احنا اشكال الاستومك عندنا مختلفه يعني كل واحد عنده شكل كونفيجريشن خاص بالاستومك، بس كلنا عندنا صفه واحده اللي هي الفندس هو الموست ديبندنت بارت، حتى طبعا اذا ما عندنا باثولوجي مال هيرنيا او شيء، فلذلك اذا هي موست ديبندنت اكثر شيء بوستيرير اذا تنام سوباين يجمع بها الباريوم. احنا شنو فائده هاي الحكايه اللي نحكيها؟ الاستومك كبيره فلذلك يعني بيها فندس بيها بودي بيها انترام بيها ليزر بيها جريتر كيرفيتشر، فاني حتى الونها كلها واسوي لها دبل كونتراست احاول اقلب المريض وافره، فكون اعرف هاي القاعده مثلا يعني اذا اشوف البودي دبل كونتراست، اذا اشوف البودي والانترم دبل كونتراست شو اسوي؟ انمي المريض سوباين، معتمد على قاعده انه شنو الكونتراست راح يتجمع وين؟ بالباريوم بالفندس، ويبقى البودي والانترم ايش بيه؟ بيه بس جاز، فشي يصير عندي؟ يصير عندي دبل كونتراست هيك، او اقلب المريض على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى. فهي هاي الفائده مال انه نعرف هاي النقطة من الاناتومي بالستومك. تمام. دكتور بس سؤال. ايه تفضل. شلون اسوي لوكلايزيشن للبنكرياتيك تيومر؟ يعني استخدم سي تي لو اندوسكوبك التراساوند؟ لا لا، الاندوسكوبك التراساوند شوف اللوكلايزيشن التراساوند اند سي تي سكان يسوي لوكلايزيشن، يبقى الاندوسكوبك التراساوند قصدش اندوسكوبك التراساوند. ايه دكتور. ايه هذا فد ايميجينج انفستيجيشن يستخدم فقط في حاله انه التيومر وين موجود؟ بالبنكرياتيك هيد، لان انا راح ادخل البروب اللي بيه الالتراساوند للدودنوم، فشي يشوف بالدودنوم؟ يشوف بس الهيد اوف بنكرياس، وفائدته شنو فائدته؟ فقط لوكال ستيجنج، يعني يشوف البنكرياس ويشوف الادجسنت تو بنكرياس، بس مو مثل السي تي، السي تي راح يشوف الليفر، صح ولا لا؟ يعني الفول ستيجنج هذا وين يصير؟ بالسي تي سكان. تبقى الاندوسكوبك الترا ساوند يستخدموه فور لوكال ستيجنج، واكثر لوكال ستيجنج وين يصير؟ مثلا انا اسال شنو شخص عنده سي اي بالازوفيجس، سي اي بالازوفيجس انا اقدر اسوي له باريوم سولو اشخص السي اي ازوفيجس، صح ولا لا؟ واقدر اسوي له سي تي حتى اشخص الميديستينال سيبريت اذا اكو ليفر اذا عابر للاستومك، كلها اقدر اسويها بالسي تي سكان. يبقى يسوون اندوسكوبك التراساوند حتى يشوفون التي ستيجنج، تي اندوسكوبك التراساوند حتى يشوف التي، يعني شنو نقصد بالتي؟ يعني لوكال، يعني يشوفوا بالميوكوزا عابر للسب ميوكوزا عابر للمصل عابر برا المصل، هاي يسموها التي. احنا مو عندنا تي وان وام، تي ان ام ستيجنج، فالتي ستيجنج وين يحددها؟ يحددها الاندوسكوبك التراساوند، بس الان والام يعني ديستنت ميتاستاسيس هذا من يحددهن؟ يحددهن السي تي، سي تي سكان. تمام. واضح دكتور، عاشت ايدكم وليدكم رحم الله عليك. اكو احد سؤال عنده بعد؟ دكتور باز احنا عندي سؤال. انه الانتستان يعني سمول انتستين، يعني شنو احسن انفستيجيشن لها؟ يعني الانتيروكلايسيس لو السي تي والام ار اي؟ السمول باول اهم شيء لها هو البلين ابدومينال اكس راي سوباين، تيجي تسوي اركت ما تم يخالف بلين ابدومينال اكس راي سوباين او اركت للسمول باول. بقى اذا انت شاكه عندك مشكله بالسمول باول مثلا بالوول تشكين اكو فد مشكله يعني، فبهيك حاله
احنا بالنسبه لنا اذا تردين الابروتش اللي متعرف عليه بحياتنا العمليه، ليش نروح للشغلات البعيده؟ هو السي تي سكان. السي تي سكان ليش؟ لان السي تي سكان يقدر يمشي ويتبع السمول بال، بس يكون يعني ياخذ وقت. تبقى اذا تردين انت الحاله المثاليه، الحاله المثاليه اذا انت شاكه فعلا اكو فد مشكله بالسمول بال، مو دا احكي يعني فعلا شاكه، هو الانتيروكلايسيس. انتيروكلايسيس يعني تدخلين تيوب وتعبرين للدم، بس هذا ما نسوي احنا، ما عندنا هذا الفحص. والدليل مو بس ما عندنا هذا الفحص، لان احنا نادرا ما نستخدمه، لان نادرا ما نحتاج انه هذا الانتيروكلايسيس، لان سمول بال باثولوجيز دائما تكون قليله، والباثولوجيز اكثر شيء شنو؟ اوبستراكشن، صحيح ولا؟ وينحل هذا بمن؟ بالبلين ابدونال اكس راي. واغلب التيومرات تنحل بمن؟ بالسي تي سكان. الا ما ندر بعض الباثولوجيز بالسمول بال، التيومرز اللي نادره واللي سمول بحيث تحتاج انه انتيروكلايسيس. فلذلك هو البلين ابدومينال اكس راي والسي تي سكان. تمام؟ واو دكتور شكرا جزيلا. بالضبط احمد، همته حكايته حلوه، التايم والراديشن والكوست. بس تبقى هذه، شوف هاي الشغلات احنا كلها نتجاوزها اذا فعلا شكينا اكو مشكله بالسمول باول. يعني اذا يعني المريض ده ينزل وزنه وتفحصته حتى سويت لسيتو طلع نيجاتيف، وتصر على انه اكو مشكله بالسمول باول، فبهالحاله ماكو غير انه نلجا للانتيروكلايسيس. يعني بس شو وقت نلجا الا بهالظروف هذه، بهالظروف هذه. اوكي، اني كويستشن بعد؟ شكرا استاذ، زحمناكم حبيبي عبد الله، تسلم. الله يحفظك.